مولد كهرباء على طاقة شمسية متنقل، عملناه أصلا لحتى يتشاركوا أهل الضيعة بأي مشروع بدنا إياه. استعملناه هون لحتى نركب لحتى يساعدنا للمعدات اللي ركبنا فيها سيستم الطاقة الشمسية للري. سو كل شيء، مكنات الحام، مقدح، صاروخ، كل شيء عدي بده إياه الحداد، كل اللي ركب وستركتور اللي ركب السيستم استعمل هذا السيستم متنقل. في مصدر كهرباء هون ننجح ب انه نعمل ديزاين لجود سيستم. لازم نفهم طبيعة عمل السيستمات اللي هن بيز على الطاقة الشمسية. أول شيء نحن بقى نفصل بين الطاقة اللي بتولدها هذا الألواح، هذا اللوح الطاقة اللي بيولدها، وين مخزن الطاقة اللي هو البطاريات. هذا اللوح بيولد طاقة عنده كاباسيتي كتير ديبندنت عن قديش الشمس قوية، هيدي لحالها. بعدين هاي الطاقة اللي بتطلع منه لهذا اللوح فينا نستعملها دغري بدون بطاريات مثل هلا حالة البير، بس نحن بنكون عارفين انه عنا مثلا من الساعة 8 الصبح للساعة 4 بعد الظهر فينا نستعملها لست ساعات بدون ما نحتاج لنخزن بطاريات. وفي ناس بيزيدوا السيستم اللي لهم بيستعملوه كمان بالنهار، وزيادة السيستم بيخزنوا بطاريات. هذا الخزان مثل كيف مية الشتاء عم تنزل، انت بتخزن قد ما فيك تستعمل. تكون البطارية لتسي بتساع 10 أمبير، هي 10 أمبير فيك تستهلكها بنص ساعة دغري تسحبهم كلهم سوا. فيك انت تعمل ترشيد باستهلاكها تضل معك 8 ساعات. سو الطريقة اللي انت you are consuming الستورج اللي عندك هي اللي بتفرق. فعشان هيك كتير مهم يفهم النيد تبع الشخص، وكتير مهم انه انت تعمل ديزاين لسيستم. بس كمان ما بينجح هيدا الا اذا الشخص اللي عم بيركب السيستم واللي عم يستعمله بينه بناتهم على ذات الموجة وفهمانين على بعضهم انه احنا هيدا الكاباسيتي هيدا السيستم هالقد، if you abuse it ما رح يمشي الحال. وهذا الشيء بعدين ممكن يكلف بطريقة استعمال غلط البطاريات بتأثر لهم عمرهم، ممكن كمان كرمال شغلة ممكن تعذب حالك شوي او تتعود انه انت لا مش دغري بتسحب انت ما بدي، بكلفك زيادة مرتين بس على شغلة يمكن تستعملها ساعتين بالنهار او ساعة بالنهار، بكلفك السيستم مرتين. فهي كلها ثقافة بدنا نبلش نفوت فيها لحتى يصير في نوع من الوعي الجماعي عن طريقة عمل الطاقة الشمسية.